وانا ماشي في الشارع هون في رام الله، طبعا مش في البيره، في رام الله بس على فكره العريقه البيره هذه رام الله بعد الاسلام اجت، اما البيره من الاف السنين. لذلك ما بتلاحظوا اسمها رام الله، الله لفظه عربيه، بس البيره هذه من الاف السنين هي العريقه اصلا. ما هو انا مش براوي اصلا، انا المواليد رام الله. طيب الان بس انا بستلطف انها رام الله. ها فهون لقاني في الشارع قال بدنا تشوف لنا واحد يعطي محاضره في الاخلاق في الاسلام، الاخلاق في الاسلام. قلت له ماشي ايش القصه؟ قال في الكنيسه الفلانيه في محاضرات على مدى اسابيع، الاخلاق في البوذيه، الاخلاق في المسيحيه، الاخلاق في اليهوديه، الاخلاق في الاسلام، الاخلاق في الماركسيه، الاخلاق في الكذا، وكل واحده بيجيبوا لها مختص، في منهم مختصين جابوهم من الغرب يتحدث، تصور جابوا من الغرب يحكي في الاخلاق في كذا. قال لي ما بتلام، قلت له انا داري، انا باجي. سجلوا اسمي في البرنامج بس ما يعرفونيش، بقتش يعني صورتي معروفه، بيعرفونيش تمام. فانا قلت هذه محاضرات، طبعا كل اسبوع محاضره وبيجيها علماء كبار كل واحد في تخصصه، الاخلاق في البوذيه هي بدها، الاخلاق في اليهوديه ما بدها، الماركسيه الى اخره، الاخلاق في الاسلام. هذه مشان تاخذ عبره من هالقصه هاي. قلت له انا سجل اسمي في البرنامج بدون ما بيعرفوني، بيعرفوني شو ما ها. قلت ماشي هذا في قبل الانتفاضه. فهون فقلت بدي اروح احضر مشان اشوف شو بيحكوا في الموضوع، مشان لما مش نيجي واحنا غفلانين. فرحت احضر. في يوم من الايام خلص المحاضر، وطبعا في عدد كبير من القساوسة والناس مجموعين في المحاضرة والدرس. لاحظت انهم هم يعني خلص واحد تكلم كلامه وخلص وما وبدهم ينفضوا يروحوا ياكلوا، عاملين كمان بوفيه. فبقول لهم للقساوسة القاعدين ما بدكمش تردوا على الزلمة، ما هو في شيء له علاقة بالدين، يعني خلصت المحاضرة؟ قالوا خلصت. بدكمش تردوا على الزلمة؟ قالوا تفضل. فقمت وحكيت. لما قمت وحكيت انبسطوا هالقساوسة، لأني حكيت في صالح الدين طبعا، واللي كان يتكلم المهم، فانبسطوا هيك واجوا يتعرفوا. اسمك ما اسمك؟ طيب عرفوني. عرفوني، عرفوا الاسم، انه هذا مسجل اسمه في البرنامج، في البرنامج اللي بده يجي يتكلم في الاخلاق في الاسلام. لما اجى الموعد ذهبت، كنت معي عماد؟ ما كنتش. ذهبت واذا في اثنين بيستقبلوني، المشرف على البرنامج واللي دعاني لقاني في السوق وقال لي كأنه استحى، وفيش حدا في القاعة. فيش حدا في القاعة، فاضية. شو؟ إلا المشرف على البرنامج ها، واللي دعاني لقاني في الشارع. لكن سبحان الله كان في وقتها في أخوة مخذين باصين رحلة، ما هو كانت المحاضرة في الليل، رايحين باصين رحلة، وكانوا عندهم فكرة انه في اليوم الفلاني هذا في الكنيسة الفلانية في، فهم راجعين بعضهم اقترح قال شو رايكم مش في اليوم محاضرة، شو رايكم نروح؟ ما شفت يعني، بجيت بدي اطلع واذا الباصين واقفات وبينزلوا كلهم وبقعدوا في القاعة تقريبا 100 شخص من المسلمين. قلنا لهم الآن بدنا نعطي الدرس.
مين كان فيكم وقتها فيه من الكبار؟ الشيخ سعيد. اه مين من ما هي كانت في الثمانينات اه قبل الانتفاضه. ايش هذا بيرفع ايده الشيخ سعيد؟ ذكر الشيخ سعيد في تلك المحاضره. اه اه فهون وقت ايش هذا ايش هذا. انتبهتوا؟ فهو بالنسبه للاسلام قلنا هو شامل، واليوم صار اي واحد بده يتكلم في الدين وإشي قال يعني مش فاهمه هو، وعلى ضوء انه هو مش فاهم صار بده يحكم، بده يحكم على الدين باعتباره مش فاهم، ولا هو دارس ولا هو بيعرف. قلنا الدين يعني المساله اصعب شيء التخصص في الشرع في الدين الاسلامي، يعني لانه زي ما قلنا انت عرضه انك تناقش في اي قضيه كانت، ممكن استاذ متقن للغه العربيه يناقشك في عربيه القران، ممكن واحد في التاريخ يناقشك في مسائل تاريخيه، ممكن واحد في الاقتصاد من علماء الكبار بده يناقشك في الاقتصاد، من علماء الاجتماع شرحه، من القوانين والتشريعات برضه، اني تشريعات قانون جنائي مثلا